البنت اللي جاية دي دلوقتي احنا اخدنا عهد على نفسنا من سنين فاتت كده ان احنا نعالج او نأهل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والضمور في المخ. التقرير اللي جاي مش عيانين خالص، عايزة اوريكم ان سبحان الله ازاي حد ممكن يتقلب من حال الى حال، وان الناس تقول له صعب جدا و و و و لو شفتوا الرحلة اللي هي مدة 10 دقايق اللي انا هوريها لكم دي، اولا هتقول الحمد لله جدا، ثانيا هتقولوا مفيش مستحيل. احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله عالجنا ناس كتير قوي زي البنت دي، وعملنا عمليات جامدة جدا. بشكر كل فريق جامعة عين شمس على التعاون مع صبايا الخير، وعملنا عمليات عظيمة مع بعض. يمكن ما جاتش فرصة ان احنا نعرضها عشان انا عارفة ان انتم ما بتحبوش العمليات، ولكن جامعة عين شمس شهدت معانا عمليات كبيرة جدا 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 ومكلفة جدا جدا جدا، من أول تركيب الأجهزة اللي هي بتنظم النظام الحركي للأعصاب أو الأورام اللي في المخ أو عملنا حاجات كتير قوي مع بعض عظيمة. فمرة تانية بشكر كل فريق أطباء المخ والأعصاب بجامعة عين شمس. تعالوا شوفوا ده، وانا متاكده ان انت اي حاجه متضايق منها دلوقتي، وتشوفوا البنت يعني كانت عامله ازاي وبقت عامله ازاي، لدرجه ان احنا اتكرمنا من مؤتمر دولي لعلاج البنت دي. انا كنت بتكرم، وانا كنت واخده عهد على نفسي يعني ان اي حاجه ليها علاقه بالعلاج وكده انا مش عايزه اتكرم عليها، يعني عايزه يبقى الاجر كله عند ربنا. ولكن انا بهدي التكريم ده لكل كرو صبايا الخير، وعشان كده خليت حد من الكرو هو اللي يستلم الجائزه، راضي رفيق الرحله الصعبه اللي احنا فيها دي. كان شكلك حلو قوي يا راضي وانت تستلم الجائزه. فرادي راح استلم الجائزة والتكريم من مؤتمر دولي كبير فيه أطباء من كل أنحاء العالم بيكرموا صبايا الخير عشان وقفوا جنب الولاد دي، وعشان عملوا عمليات كتير قوي قوي قوي. يمكن الدولة مش حاسة، يمكن وزارة الصحة مش حاسة، يمكن الناس مش حاسة، بس أكيد ربنا عارف، وكل أطباء مصر عارفين مجهوداتنا اللي يعني التي لا تكل ولا تمل. مرة تانية بشكر كل فريق مخ وأعصاب بتاع جامعة عين شمس، وبشكر كل القائمين على المؤتمر لتكريمي وتكريم صبايا الخير. تعالوا نشوف مع بعض. وانا عندي 12 سنة ونفس سنة 6، بدأت مش بعرف امشي خالص، بدأت رجعتي ترجع لورا خالص خالص، ورحت لدكاترة كتير ومحدش عارف حد فيه، وانا كده بقالي 8 سنين مشيت اسبوعين وبعد كده رجعت تاني ما فيش اي حاجة، كأني ما خدتش حاجة مني تاني، ما عملتش حاجة لحالي. وقبل كده أخدت مخدرات كتير ومخدرات كتير ما فيش فايدة، وكل ما بعمل إشعة مش بيبان فيها حالته إيه. أنا بقالي 8 سنين بروح بلف الدنيا كلها، ما سبتش مكان في مصر
غير لما رحته ومفيش فايده. بصراحه انا تعبت يعني، طبعا سيبوني كفايه على والدي ووالدتي، تعبوا معايا كتير وانا تعبت بصراحه. وبزي اي بنت طبيعيه واكمل لو عايش حياتي. وان شاء الله النهارده هعمل عمليه بعد عناء 12 سنه، عانيت 12 سنه من كل حاجه، بس ان شاء الله ربنا هيكرمني النهارده وهدخل عمليه بعد صبر. ربنا ان شاء الله يعوض صبري خير، وربنا يجازي كلهم اللي اتبرع لي ويجازي خير، وإن شاء الله في ميزان حسنات. ربنا يوفقكم يا أمي. إن شاء الله أنا لسه مستمرة علاج لمدة 3 شهور، وإن شاء الله هبقى كويسة، وبشكر كل اللي اتبرع لي ولو بجديد. ربنا يجازي خير يا رب، وإن شاء الله ربنا يوفقكم كلكم للخير والصالح كله، وأنا كل اللي اتبرع مني ربنا إن شاء الله يجازي خير وهياخد أجر كبير من عند ربنا. شكرا لكم كلكم. احلم معاك ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق كتر الخطا وتدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق كتر الخطا وتدلنا. Thank you.
بعد العملية كنت مدمرة خالص، كنتش بقدر امشي خالص، ما في حاجات كتير ما كنتش بقدر اعملها. الحمد لله ربنا انقذني الحمد لله، روحي العظام وهي رامين فعلا. امي وابويا تعبوا معايا كتير، لو فضلت اتكلم مليون حلقة قدام مش هكلمني. انا بقيت احسن بكتير بكتير بكتير، شكر ربنا في كل وقت وليكم لكم كلكم، مش هخص حد، كلنا سعيدين، كلنا بسألني لو بدعاء بس، ربنا يجازيكم بيه. حسن هو حلم صاحبي جميل صراحة، والله حلم جميل أوي الحمد لله. احلم معاه ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. مهما نقع نقدر نقوم، نشق حتى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم، بس احنا نحلم. احلم معايا يا صديق تطوي الخطى، أرض الطريق يهمني حلمي البريء، مهما يكون يفضل بروحه جنبنا، مهما يطول بينا الطريق، لو حتى تهنا يا صديق يرجع له انا يضمنا على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا. حسن هو حلم صاحبي دايما صراحة، والله حلم كبير أوي الحمد لله. على حلمنا، public awareness of cerebral palsy and movement disorders in Egypt. I invite Mr. Rabi for to receive his headquarters. والله أنا كده بقى لي سنتين ونص عاملة العملية، الحمد لله كل مدى بتحسن، وكانت ايديا تعبانه خالص، فبس دلوقتي الحمد لله ابتدت تحسن احسن،
ولسه كمان احسن واحسن ان شاء الله. ولسه بتابع برضو مع الدكتوره عشان اشوف العمليه وكده واخبارها ايه، بس بيقول الحمد لله ان انا احسن مما توقع يعني. الحمد لله النهارده جم عشان جيت هنا عشان يكرموني، عشان يعني انا العمليه بتاعتي نجحت بتفوق وكده الحمد لله. وانا بشكركم جدا والله. يا ريت بس يا ريت الناس تتبرع عشان بجد هو في خير وبيتعب، وربنا يبارك للي بيعمل خير. انا كنت بعرف اعمل اي حاجه، دلوقتي الحمد لله بفضل الله بقيت بعمل كل حاجه في الدنيا الحمد لله. زي ما كنتش بعرف باكل، ما كنتش بعرف اشرب، ما كنتش اعرف اعمل حاجه لنفسي، ما كنتش اعرف اعمل اي حاجه في البيت، ما كنتش اعرف اروح من دراستي. دلوقتي الحمد لله بفضل الله كل ده عملته. كنتش اقدر اقف اصلي، وقت الحمد لله بقيت بصلي وانا واقفه، ودي اول نعمه بشكر ربنا عليها الحمد لله. يعني الحمد لله صرت اتعدل عن الاول خالص، والحركه ومسكت اي حاجه بايديا، واني اتكلم وكده يعني حد يفهم كلامي الحمد لله احسن من الاول بكثير الحمد لله. انا كنت محتاجه عمليه، فالدكتور بتاعي قال لي محتاجه عمليه والعمليه مكلفه وكده، طيب وكان هو يعرف يعني بيدخل وكده، فقال لي حول ورقك هناك وكده. بصراحه يعني الحمد لله ما كنتش متوقعه ان ده يحصل، بس حصل وكده. انا متاكده واتاكدت ان صبايا الخير بيعمل خير فعلا. التقرير ده يعني دليل قاطع على ان احنا عندنا دكاترة عظماء في مصر، وان مش كل الاماكن فيها اهمال، وان مش كل الاماكن ما فيهاش ضمير. مرة تانية بشكر المؤتمر الدولي لرباط الحركة، بشكر دكتور وليد عبد الغني بفريق الطبي بتاعه، بشكر جامعة عين شمس لجهودها في قسم المخ والاعصاب، بنعمل معاهم عمليات عظيمة وكبيرة جدا 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 جدا، يعني ما تتعملش ولا في ألمانيا ولا في أي حد. وأنا ببقى سعيدة جدا 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 لما بلاقي فريق أطباء نشط كده، وبحب أدعمه بأي طريقة. بيصعب عليا شوية لما بشوف التقارير دي، لأن بيبقى في جانب تاني بيتكلم عننا بجهل جدا، ومش عارف احنا بنعمل ايه خالص. يعني عشان احنا يمكن متهمين ان احنا بنتكلم عن نفسنا، واحنا لو اتكلمنا عن نفسنا انتوا هتذهلوا من البرنامج ده بيعمله، ومش من اللي البرنامج بيعمله، من اللي الشعب المصري بيعمله، لان احنا من غير الشعب المصري ولا حاجه. فيمكن احنا مبسوطين ان احنا ما بنتكلمش عن نفسنا ولا عن الانجازات اللي بنعملها كل ثانيه، مش كل يوم، كل ثانية، في جميع المجالات، جميع أنواع الخير. ألف حمد وشكر يا رب. من الخير الجميل جدا جدا اللي حصل الأسبوع اللي فات، أنا طبعا هستنى تليفوناتكم.